بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في البدايه يعني على اساس ان نحصل على البرامج، اول شيء هنا برنامجين. البرنامج الاول اسمه ويب ستورم، تجي هنا هذه ثم اتحمل البرنامج من هنا وتثبته كاي برنامج عادي. البرنامج الثاني اللي تحتاج له اللي هو اسمه جيت هاب، اوكي اي اكس اي، اتحمله تحمل برنامج جيت هاب كاي برامج العاديه ويثبته كاي برنامج عادي. ثم تجي تفتح البرنامج بعد ما تخلص فاتحنا اللي هو اسمه ويب ستورم، تفتحه دقيق. اول شيء شاشه يطلب رقم سري وبرسلك الحين بعد شوي عليه، ثم تدخله في البرنامج على اساس انه الجيت هاب. خلي بس يفتح البرنامج وبخبرك كيف. برسل لك بعدين رابط المجموعه. الحين هذا حساب جيت هاب مال المجموعه، نروح هذه ريسورسز او ايش اسمها هذه. فالمهم عندنا شيئين، عندنا كومبيتيشن، عندنا كومبيتيشن جروب. الكومبيتيشن جروب اللي هي مال الويب، اضغط عليه. طيب الحين فتح البرنامج معنا، الحين يفتحه. طيب انت بعد ما تسجل يعني في الرقم السري اللي برسلك عليه بعد شويه، بعد ما تسجل بيقول لك create new project، يعني يكون كاي بروجكت عادي، او open او check out from version control. الحين في عندنا احنا مشكله في الجيت، ان لازم تدخل البرنامج في النظام، يعني في البرنامج جيت داخل برنامج ويب ستور. كيف تسوي؟ اضغط على هذا الايقون اللي تحت كونفجر، روح سيتنج. طيب تعال هنا، روح لفيرجن كنترول، يعني نظام الجيت هو فيرجن كنترول يسمى. روح الى جيت ثم اضغط على هذا. هو يجيب لك لازم تحس يعني لازم تجيب برنامج الجيت في هذا البرنامج ويب ستور. كيف وايش تسوي؟ اول شيء تروح السي ثم اليوزرز، ثم روح الى اول يوزر مالك. مثلا انا هنا الحين يوسف، فتروح يوسف ثم تروح الى لوكال اب، لوكال اب كونتنت اب داتا، اين ويب اب داتا، اب داتا ما موجود هنا لكن كتبه ما عليه. طيب بعد ما تجي هذه قريبة في إشكالية، ما عليه. روح من الفايل العادي، روح هنا هذه السي، روح إلى يوزرز ثم إلى اليوزر مالك ثم أبداتا. هذه أبداتا حصلناها، روح لوكال ثم جيت هاب، ابحث عن جيت هاب ثم بورتبل جيت. هذه بورتبل جيت اللي رقم طويل، اضغط عليها ثم ابحث عن برنامج جيت اي اكس اي. وين هذا برنامج الجيت؟ ايوه هذا حصلنا. ما تبحث اطلع دقيق، اول واحدة سي ام دي اضغطها تحصل هذا برنامج الجيت. فانت وش تسوي؟ سوي خيارات بروبرتيز، انسخ هذا الرابط كامل. اروح على البرنامج الاصلي هنا،
اوكي اكتب ثم هذه بدقيق. شوف الحين هنا cmd get وسوى التست اشتغل get version موجودة. فعاد تربط بالجيت هاب وفي الحساب خطأ في إشكالية which wawa at gmail.com m9a521543 سو تست connection successful. برسل لك الأرقام الحسابات وكل بهالبرنامج اللي أول ما ثبته أو هذا وإن شاء الله تكون أمور طيبة. الحين لازم انت M9A521543 سو هذا الرقم السري لكل شيء. فالحين انت خلاص الحين البرنامج اللي قلت حلو امورك طيبة فيه على اساس ان تجيب البرنامج من الانترنت وتدخله في معك. وش تسوي؟ تشوف هذه check out from version control اضغطها get. طيب سير هنا كلا احنا داخلين الملف هذا في الحساب الحين في حسابنا في الجيت هاب على الويب. اروح كلون اور داونلود انسخ هذا الرابط نسخة سول هذا كوبي اوكي تعال في البرنامج اوكي انزين انا كان موجود قبل معي بس مثال هو كومبيتيشن مثلا او على اي اسم اريده كومبيتيشن وسوي كلون. كلون استضافة على ما أظن. هو الحين بيحمل البرنامج يحمل كل شيء الملفات اللي موجودة فيه. طيب بيقول لك هل تريد تفتح الحين؟ ففتحها. فلو تجي تشوف تحت يسوي اندكسك يعني يبقى لفترة عم يشتغل البرنامج لكن ما عليه. فهو الحين فتح. اول شيء تسويه على اساس ان تظهر هذه القائمه تول ويندوز بروجكت على اساس ان تظهر هذه القائمه اوكي بيجي كل شيء هنا موجود. فمثلا هذه الصفحه موجوده هذا فيها كل شيء. شوف الكود كامل موجود هنا. في اشياء ناقصه ايوه في شيء حاجه واحده. الحين شيء يسمى في نظام الجيت يسمى برانش. برانش معناه ان البرنامج كل مره يتطور وانت تسوي برانش جديد. او شي خلينا نغير خلفيه اروح سيتنج. طيب ابييرنس باك جراوند اسوي انترجنت على اساس اني اشوف. طيب الحين انا باغي اجيب الفيرشن الجديد. مثلا يوسف اليوم سوى فيرشن جديد فلازم اروح على اساس اني نعدل على ذيك الفيرشن الجديد ما نعدل على السابقه. فتشوفنا روح تحت هذا البار الموجود شفنا جيت ماستر. الحين هذه ماستر اوكي. انا الحين الفيرشن الثانيه اللي هي وذ بيرسون ادمن. الفيرشن الاول كان موجود الثاني الحين بيرسون ادمن. وسوي check out as a new local branch اضغط. فيقول هو تريد تسمي كذا لكن الافضل ان تعيد بنفس الاسم. فعاد هو الحين يجيب ملفات كلها الجديده ويسوي لها اندكسنج ويدخلها معك ويضيف الملفات السابقه ويشوف اي شيء سابق. الحين عندنا ملفات هذا اندوكس اوكي. كيف اشغلها؟ اجي هذا الكود اضغط على الاديتر اللي موجوده في النص اسوي هذه شوفنا اربع او خمس صفحات اختار اللي تريده اذا كان موجود يعني معك. فاضغط عليه خلاص اشتغل. الحين هذا الموقع اشتغل الحين. طيب هذا خلاص وشغلنا. الحين كيف انا اريد خلاص انا ضفت اشياء اليوم اشتغلت تقريبا على 10 ساعات انا بشتغل على البرنامج ضفت شيء جديد مثلا روحت في لوكس مثلا خلينا اضيف اقول انه ضفت هنا هيدر